السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فزعة للكويت، فزعة للأسر المتعففة، فزعة للعمال الذين انقطعت بهم السبل. مساهمة مع حكومة هذه البلاد المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد عودنا أهل هذه البلاد على السخاء والكرم والعطاء والبذل في مثل هذه الأوقات، ولا أقول هذا قصورا في الآخرين من جميع بلاد الإسلام، ولكن هذا ما عرفته عن بلدي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المساهمين في هذا الموضوع المبارك. ثم تذكروا أنه ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ليس بحديث ولكنها حكمة غالية نجعلها نصب أعيننا. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.